السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحصة، هي آخر حصة قبيل رمضان المبارك. كل سنة وأنتم سالمين وأهليكم سالمين إن شاء الله. الحصة في رمضان بإذن الله تعالى الساعة 11 لل 11:40 توقيت الحصة، مش على 12 الحصة الجاي، على 11، وتبقى لل 11:40 توقيت رمضاني. وفي رمضان المبارك الحصة 40 دقيقة، وخلي بالك إحدى الخميسات سيكون امتحان كوب، الخميس 202/29/4 مع نهاية 4. طبعا بشهر رمضان بفضل إذا بتحلوا مسائل وبتبعتوا لي إياهم على الواتساب صورة، مش تكتب على الواتساب، لا تكتب لي على الواتساب، اكتب على ورقة عندك وصورها تصوير واضح، وانا بجيب الحلول ان شاء الله. في كل حصة بحل مسألتين ثلاثة حسب ما يتوفر لي من المسائل. بالنسبة للامتحان قبل رمضان بنزله بعتمده، والاعتماد قلت لك انا قبل المرة هاي لن ازيد ولا ربع علامة، علامتك اللي اخذتها بنزل لك اياها وخلصت وفكت. بنيجي لموضوع اليوم اللي هو الامبليسيت فانكشن ثيورم. هو في نظريتين حقيقة بغطوا الموضوع، الا وهي في عندي علاقة باكس واي وزد، او خلينا اقولها علاقة باكس واي. خلينا نتدرج. اكس تربيع زائد واي تربيع ناقص 25 تساوي صفر. اكس تربيع زائد واي تربيع ناقص 25 تساوي صفر. هاي اللوكس بتاعها، يعني كل النقاط اللي بتحقق العلاقة اكس تربيع زائد واي تربيع ناقص 25 تساوي صفر بسموه اللوكس. لوكس شو بتمثل؟ تمثل دائرة كاملة. طبعا هاي الدائرة it is not a function. It is not a function. هي علاقة. السؤال بدي استقي منها function. طبعا إذا بدي استقي ممكن استقي functions كثيرة كثيرة. واي تساوي الجذر التربيع ل 25 ناقص اكس تربيع، هاي واحده. واي تساوي ناقص الجذر التربيع ل 25 ناقص اكس تربيع، هاي تنتين. ثلاثه، اذا كانت الاكس سالبه باخذ الجذر الموجب، واذا كانت الاكس سالبه باخذ الجذر السالب. اذا هناك اقترانات كثيره تحقق هذه المعادله، اكس تربيع زائد واي تربيع ناقص 25 يساوي صفر. فخلينا نجزئ هذه الجزمة. هذا السؤال اكس تربيع زائد واي تربيع ناقص 25 يساوي صفر. خلينا اركز عند نقطة اللي مثلا 3 و4، هاي على اللوكس. هل بقدر الاقي جوار حول الثلاثة أربعة؟ جوار مستطيل، يعني حوالين الثلاثة فترة صغيرة وحوالين الأربعة فترة صغيرة، بحيث إنه في هالمستطيل هاي إذا قصيت العلاقة بتاعتك أعطتك اقتران. اقتران واي دلالة اكس. بقدر ولا ما بقدر؟ وكم المشتقة؟ بالمرة طلع الاقتران ومشتقته. الجواب واي تساوي جذر 25 ناقص اكس تربيع، هاي تحقق اللي بدي اياه.
بتخلي الجواب يساوي صفر وقابل الاشتقاق و و و و. هل هذا الكلام ساري عند جميع نقاط الدائرة؟ قل لا، الجواب لا. إذا أجيت للنقطة هاي الإكس بتاعتها 5 والواي 0، كيف شكل المنحنى؟ لوكالي، لوكالي هيك شكله، هيك زي قوس، قوس دائرة هيك. شو ما صغرت حوالين النقطة 3-4 من فوق وتحت بعطيكاش فانكشن، ما بعطيك فانكشن. والسبب يعود لإيش؟ لأنه مشتقة X تربيع زائد Y تربيع ناقص 25 بالنسبة للواي يساوي 2Y. عند النقطة هاي الواي صفر، بتصير صفر مشتقة. إذا في عندي شروط، لاحظ أنا مش مهتم بكيف شكل الاقتران، المهم يكون اقتران لوكالي، وبهمني المشتقة قديش، ما بهمني الاقتران. طيب هلا نقلا من X تربيع زاد Y تربيع ناقص 25 يساوي صفر، يعني function of X و Y تساوي صفر، إلى function of X و Y و Z تساوي صفر، يعني زدنا variable ثاني، وممكن أزيد كمان variable لاحقا. هاي شوفي الشروط المتوفرة عند النقطة X نوت Y نوت Z نوت، اللي بتخلي في عندي جوار حولها يكون في اقتران والمشتقة موجودة. خلينا نتغطى بالش اسمه الاقتران هاي. بقول لك our present purpose is to examine the following question. What does it mean to say that 8-2 هاي is a solution of 8-1؟ لما اقول z تساوي f x y هاي حل المعادله هاي، شو معناته؟ معناته f x y، f x y الصغيره هاي تساوي صفر، تحقق المعادله، هاي معناها، هاي معناها solution. Under what condition is a solution possible? What can be said about the differentiability of the function f in terms of what may be known about the function f? The answer to these and related questions will occupy us in the following chapter. فهذا موضوع اليوم. هاي موضوع الاكس تربيع زائد واي تربيع تساوي مثلا قديش؟ 9. بقول لك هون بقدر الاقي مستطيل بحيث انه هاي اقتران، هون ايضا بقدر، لاحظ انه هذا الاقتران غير عن هذا، هذا واي تساوي جذر 9 ناقص اكس تربيع، هذه واي تساوي ناقص جذر 9 ناقص اكس تربيع. هون مصيبه ما بتقدر، لانه لو رسمت اي مستطيل حوالين الثلاثه صفر بيطلعش اقتران، ما بيطلع اقتران. وهون ايضا ما فيش، هون وهون في مصيبه. طيب ناخذ الاقتران بلاش، هون نفس الشيء نفس الخطوه بس function of three variables. فالاقتران the fundamental theorem، هاي النظريه الاساسيه بتاعتنا، وانا كاتب لك عليها هام. Let f x y z be a function defined in an open set. تعرف المجموعه بسموها open اذا كان كل نقطه بتقدر تحوطها ب كرة مفتوحة، والكرة هاي كلها من ضمن المجموعة، هاي بسموها open set. Containing the point x node y node z node. طيب suppose that f هاي الكبيرة، الاقتران مش الاقتران، العلاقة هاي continuous، لها continuous first partial derivative in s.
دي اف على دي اكس ودي اف على دي واي كلاهما كونتينوس في ايش؟ في الاس اللي هي الاوبن ست. فيردر مور اذا عوضنا النقطه بيطلع الجواب صفر. والمشتق اف ثلاثة لا تساوي صفر. هون في ملاحظة بالنسبة للكتاب هذا، اف ثلاثة تعني المشتقة الجزئية بالنسبة لثيرد فيريبل، يعني هاي معناها دي اف على دي زد لا تساوي صفر عند النقطة. طبعا تحت هذه الشروط بقدر الاقي نيبرهود اللي هو على شكل بوكس لايك ريجن، اكس حواليها اكس نوت نيبرهود، والواي حواليه نيبرهود، والزد نوت حواليه نيبرهود. اذا هذا كله ايش؟ متوازي مستطيلات عند النقطه اكس نوت واي نوت زد نوت وجوات الاس وجوات الاس، بحيث انه اذا اخذنا الار فقط المستطيل هاي، هاي جوار حول الاكس نوت جوار حول الواي نوت. طبعا بالمناسبه بامكاننا ناخذ الاي والبي والسي متساويات، يعني لو اخذت الاي والبي والسي المينيمم سميته ابسلون، بصير هاي ابسلون ابسلون ابسلون، بدل ما اخذ مستطيل بيطلع مربع او مكعب. واضح هون؟ يجوز انك تاخذ الاي والبي والسي قد بعض. في الحاله هاي بده يكون المينيمم، مش تاخذ الماكسيمم، لا. طيب في هذا النيبرهود فور اني اكس واي ان ار، لو هاي الار خلي بالك، اذا الاكس في الجوار هاي والواي في الجوار هاي، فانه يوجد يونيك زد such that z ناقص z نوت اقل من c و f x y z تساوي صفر. يعني بمعنى ال z اللي هي هاي العلاقة it is unique، يعني it is a function، هاي معناها it is a function. This function is continuous ومشتقة الفانكشن هاي f1 اللي دي زد عدي اكس تساوي ناقص دي اف 1 على ايش؟ اف 3. الاف 3 انساش انها مش صفر، وهون نفس الشيء اف 3 بالمقام، وهون اف 2 اف 2 وير زد از جيفن باي 8. بالمناسبه للي بيجوا هدول برمضان الحضور والغياب اول خمس دقائق، واللي بغيب بعد فترة معينة بقول له 35، حتى لو قدمت الميك الامتحان بحط لها 35 في رمضان خمس دقائق، لأنه الحصة 40 دقيقة. وخلينا ناخذ الحضور والغياب هسه، بطلوا يطنطن. رقم واحد رولا بني منحل، رولا المرة الجاي رقم واحد ما قلتي اسمك دغري بحطك غايبة، ما راح أعطيك فرصة ثانية، الكلام للجميع مرة واحدة يسمى الرقم وخلصت. رقم اثنين محمد علاون، ثلاثة غايب، ثلاثة هاي ستة أربعة أربعة محمد حموري، خمسة أحمد خطيب، ستة ستة والله لا يرسب، هاي ستة وينه فرح المصلح والله لا ترسب، وين قلت والله رسوب غياب، هاي رسوب ستة أربعة تم إبلاغكم. آه. أشوف حتى لو قدمت الامتحان والله راسبه، وهاي خريجة، هي خريجة والله ما تنجح. سبعة أحمد منير غازي المومني موجود، خلينا أشوف مين بده يحلل هالمسائل برمضان، حتى لو جابت مية والله إلا راسبة بسبب الغياب بس. ثمانية ثمانية غياب، هاي ستة أربعة مع أنه خريج،
تسعة. أحمد هزيمة. عشرة. أحمد محمد صالح اسمه. 11 غايب. 6-4 دكتور. يعطيك العافية بس رقم 8 حاضر للأسف. معلق الماي للأسف. الغياب برا واحد بحكيه ما تقعد كلمة موجود. كان معلق الماي دكتور. تسعة شو حكيت؟ تسعة. أحمد الزامي دكتور موجود. عشرة. أحمد محمد صالح إسماعيل موجود. 11 غايب. ضبط الميكروفون تاعك طرابعة. 12 إسراء خطاطبة. 13 أماني مؤيد عربي حسن. 14 أيمن أسعد محمد مصلح. 15 16 تعال. على كل اليوم انتظروا الاعتماد العلامات تعيدكم، وانتظروا انه الطالب هذا اللي قلته راسب راح ارسمه بسبب الغياب. بس 17 رؤى عبد الله. 18 خالد. 19 عبد الرحمن الاسعد. 20 انا امجد. 21 أمل مومني. علي صوتك يا مومني. 22 22 غايب. محمد الشقران دكتور. 23 لا حاضر. محمد الشقران بقول لك. طارق العسولي. 23 سمعت. طارق العسولي دكتور. 24 سعد النعماسي. 25 أحمد الشرمان. 26 سيج شبول. 26 انتبه لغياباتك. 26 27 مجد الربيع. 28 يقين عوايشة. 29 عايشة الجمرة. 30 أحمد مزيد. 31 رغد بدر. 32 فاغد الخطيب. 33 مجد سعادة. 34 دون ياسين. 35 جمانة عمورة. 36 أيثن داو. 37 شهد خالد. 38 عمر النمرات. 39 ميت عبد القادر. 40 ياسمين الطويلة. 41 ليث بطاينة. 42 فاطمة عموري. 43 اسماعيل أبو بكر. 44 أحمد طعاني. انتبه لغياباتك يا طعاني، حين بقول لك إياها من وسع تقول ليش بكرة حرمتني أنت من الامتحان. 45 آية أبو حار. 46 بارك. 47 47 غايب. هاي 6-4 اوكي. نرجع لحصتنا النظرية. قلنا الفونكشن اف صغيرة كونتينيوس، وهي حل المعادلة، وهاي مشتقتها دي اف 1. اتذكر انه الاف صغيرة هي نفس الزد، فدي زد على دي اكس هي ناقص اف 1 على الاف 1. تعني الاف مشتقتها بالنسبه لاول فاريبل، يعني دي اف على دي اكس على دي اف على دي زد، وهاي دي اف على دي واي على دي اف على دي زد، وزد جيفن باي 8-1-1 اللي هي هاي نص النظريه الاولى. طبعا في اثبات لها بتقدر تقراه على راحتك، انا ما بهمني الاثبات، بهمني التطبيق بتاعها. Generalization of the fundamental theorem. هلا النظريه اللي فوق قلت عنها مهمه، تعميمها بقول لك انه بعض الاحيان بلزمك معادلتين، مش معادله واحده، معادلتين. هل
في عندي هاي المعادلة وهاي معادلة. وين راحت؟ لا هاي اسمها وين راحت المعادلة؟ اها الثيرم اثنين let f x1 لحد xn z be defined in n plus 1 dimensional neighborhood of the point a1 an لحد c. Suppose that f has continuous partial derivatives in neighborhood and furthermore assume that f عند النقطة هاي صفر يعني هاي النقطة تقع على اللوكس و f n plus 1 مشتقتها بالنسبة للزد مش صفر عند النقطة. Under these conditions, there exists a box-like region defined on Van equality, كذا كذا كذا, بحيث إنه مرة ثانية بقول إنه لو خدت المينيمم للـ A1, A2, للـ AN سميه أبسلون, فبطلع عندك هون أبسلون neighborhood حوالين كل نقطة, بحيث إنه على الريجن هذا بس في عندي إيش؟ حل المعادلة على الفونكشن. هاي الفونكشن كونتينيوس وهاي الفونكشن مشتقتها بالنسبة للإكس آي تعطى بالطريقة هاي. هاي تعميم للنظرية الأولى. سؤال مثلا is it true that the part of the locus defined by x, y, z زائد tan x, y, z تساوي صفر near the point 0, 0, 0 can be represented in the form z تساوي fxy. هو ما بقول لك حلها. بقول لك هل في حل حوالين الأوريجن لهذه المعادلة؟ لاحظ إذا بدك تجد z فالz هون وهون مدحوشة. يعني مش سهل إنك تجد حل زد بدلالة اكس واي. ولكن بقول لك هل في ولا فيش؟ اذا بدي اعرف اف الكبيرة اكس واي زد اللي هي اكس زائد واي زائد زد زائد ساين اكس واي زد بس. هاي الفونكشن بتاعتي. هلا عند الزيرو زيرو زيرو شو بساوي؟ هاي 0 زائد 0 زائد 0 زائد ساين 0 which is 0. اذا النقطه هاي تقع على اللوكس تحقق المعادله اف اكس نوت واي نوت زد نوت تساوي صفر. الشرط الثاني, في شرط ثاني عندي. وين الشرط الثاني؟ بالنظريه الاولى ثيرم واحد. الشرط الاول انه الاف لها كو فانكشن ديفايند اون ان اوبن سيت. طيب وين معرفه؟ بدي اعرف السيت اس وتكون اوبن. وين معرفه هاي؟ بدي احدد الاس بتاعتي. اكس ما عليهاش مشكله, الواي ما عليهاش مشكله, الزد ما عليهاش مشكله, التان في عليها مشكله. تان الباي على اثنين غير معرف. ولهي ساين, لا ساين 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 ما عليهاش مشكلة. والله أنا شايفة ساين مبلا ساين 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 ما عليها مشكلة. وبالتالي بقدر أخذ الأس شو هي؟ الأر تكعيب كاملة كل الفضاء. لو كانت تان بدي اكون حذر لانه تان عند الباي على اثنين غير معرف وعند الناقص باي على اثنين غير معرف. اذا باخذ الشريط اكس واي زد بين الباي على اثنين والناقص باي على اثنين مفتوحه مفتوحه, وهذا بيعطيني اوبن ست. طبعا مش كل المسائل زي هاي, هاي لا فيش عليها شروط. طيب هاي اول وحده. اثنين في شرط بتعلق بالبارشل ديريفيتيفز دي اف على دي اكس واحد زائد
كوساين اكس واي زد في واي زد هاي كونتينيوس. اف 2 برضه كونتينيوس، اف 3 كونتينيوس. في عندي شرط على اف 3، قديش اف 3 عندي؟ اف 3 هي 1 زائد كوساين اكس واي زد في اكس واي، في اكس واي. طيب عند الزيرو زيرو قديش؟ لما قلت انا مشتقة بالنسبة للزد هون واحد وهون فيها اكس واي وعوضنا الاكس واي زيرو زيرو فبطلع الجواب واحد، يعني مش صفر، مش صفر. اذا تحققت كل الشروط. اذا الشرط الاول خلصنا منه، هاي الهام. الشرط الثاني والشرط الثالث انه اف زد عند النقطة اكس نوت واي نوت زد نوت لا تساوي صفر، هاي تحققت منه ثلاث. لاحظ تحققت من كل الشروط بما فيهم continuous first partial derivatives in S، وبالتالي under these conditions مضمونة حسب النظرية تلاقي جوار حول الزيرو زيرو زيرو، بحيث انه على جوار تاع الزيرو زيرو يونيك زد، بحيث انه ايش اف اكس واي زد تساوي صفر. هاي الزد اللي هي يونيك سميناها ايش؟ اف اكس واي. هاي الاف اكس واي الصغيره كونتينيوس حسب النظريه ومشتقتها تعطى بايش؟ كذا كذا. هاي خلصنا من السؤال هذا. طبعا يجب انك تضع كل شروط النظريه تتحقق منهم، مش قول لي والله واضحات ما في شيء واضح. هاي مثلا بنحط الداله اف كبيره اللي هي اكس تربيع زد واي تربيع زد زد تربيع قوه نص ناقص كوساين زد، وبكمل النقطة. خلي بالك هي 0 1 0 x نوت y نوت z نوت، واضح؟ هاي اسلوبها بيختلف عن اللي باقي. Does there exist a function continuous at 1 minus 1 with f1 ناقص 1 تساوي 0 and such that كذا كذا تساوي 3 كذا كذا. هل في عندي اقتران يحقق هاي كلها مع هذا الشرط اف 1 ناقص 1 0؟ طبعا بدك تلاقي فانكشن، الفانكشن بدها تكون اف كابيتال اكس واي، وهاي بسميها زد، هاي بسميها زد. اف اكس واي زد تساوي اكس تكعيب زائد واي تكعيب زائد زد تكعيب ناقص شرط مصفر 3 اكس واي زد. هاي الفونكشن بتاعتي، وبكمل الاكس نوت واحد الواي نوت ناقص واحد والزد نوت صفر. خلي بالك هاي هي الزد نوت صفر، وبكمل الحل زي ايش الاسئله السابقه. في اي تعليق؟ هاي ايضا نفس الحركه، محل اف اكس واي بتحط زد في المعادله هاي وبتشتغل. هون تصوير مش واضح، بنيجي ل simultaneous equation. بعض الاحيان بيكونش عندك داله واحده معادلة مستوى ومعادلة مستوى، مستويين بتقاطعوا بخط تقاطع. فالسؤال هل بقدر ألاقي يو وفي، يو وفي حل المعادلتين معا ولا لا؟ يو وفي حل المعادلتين بدها تكون حل بالنسبة لمين؟ بدلالة اكس واي وزد.
هيا يو بدلالة X Y Z وV أيضا بدلالة X Y Z. فإذا وجد معادلتين بدي حلين لهما في ولا ما في، هل موجود الحل ولا لا؟ ما بهمني شو هو الحل، هاي الإكزيستنس ثيرم. طيب النظرية تتبع كالتالي، طبعا هو بعد ما مشتقة لينير فورم طالع مع صورة الجاكوبيان دي اف جي على دي يو في اف يو اف في جي يو جي في، هذا الديتيرمنت بسموه جاكوبيان، شايفين؟ فالحل هو كالتالي ثيرم let s be a neighborhood of the point x not y not z not، وفي عندي حلين u not v not in five dimensional space والcoordinates هذول الخمسة. Suppose f و g occurring in the system اللي حكيناه قبل شوي continuous و have continuous first partial derivatives، يعني لازم أطلع first partial derivatives وأقول عنهم continuous وين؟ in s اللي هو neighborhood بتاعه. طيب also assume that both functions vanishes at the point p note. Vanishes يعني قيمة الاقترانات صفر، هاي معناه vanishes. But that Jacobian does not vanish at the point. إذا بده الجاكوبين هذا ما يسويه صفر عند النقطتين، هاي الجاكوبين هذا إذا عوضت بالنقطة X note Y note Z note U note V note الجواب عنده ما يساوي صفر. فإذا الكلام هذا كله توفر ساعتها النظرية بتضمن لك وجود. Also assume that both functions vanish at كذا حكيناها. But ماشي. Under these conditions there exists a box like region lying in S defined by certain inequality كذا كذا. هذا جوار للX note Y note Z note وهذا جوار للU note V note. طبعا زي ما قلت انا قبل ممكن اخذ المينيمم للاي والبي والسي والالفا والبيتا واسميه ابسلون، بيطلع كله ايش زي بعض ابسلون ابسلون ابسلون. هلا تحت هذه الظروف لكل اكس نوت لكل اكس واي وزد في الجوار هذا يوجد يو في تحقق الخاصيه يونيك يو في وتحقق المعادلتين معا، المعادلتين السابقتين F كابيتال يساوي صفر و G كابيتال يساوي صفر. طيب هاي الفونكشن سميها U F X Y Z وال V سميها G X Y Z، هدول كلاهما continuous و D F على D X تساوي ناقص واحد على J الجاكوبيان بالنسبة لل X هون، وهون الجاكوبيان بالنسبة لمين؟ ل U X هون X V. خلي بالك الاكس محطوطة وين؟ بالخانة الأولى، هون الجي الثانية، الاكس محطوطة بالخانة الثانية، هاي مهمة ايش الخانات بتاعيتهم. similar results إذا حطيت الاكس بدالها ايش واي، يعني دي اف على دي واي هون بصير واي وهون بصير واي. وزي ما قلت هاي النظرية موجودة عندك فبتقدر تقراها، وهاي مسائل عليها. طبعا هاي عن النظرية الثانية لأنه في عندي علاقتين. Does there exist functions F هاي محل ال U هاي محل ال V continuous in a neighborhood of 0 1 such that هاي X note Y note F 0 1 تساوي 1 هاي ال U note محل ال F ال U محل الجي الفي هاي الفي نوت. فلاحظ عندي اكس واي ويو وفي مطنش الزد مطنش الزد، يعني ما في عندي زد. هاي شو بحطها؟ يو تربيع زاد اكس في ناقص واي تساوي صفر، هاي المعادله الاولى اف كابيتال وهاي المعادله الثانيه جي كابيتال.
اللي هي في تربيع زائد واي يو ناقص اكس، هاي الجي كابيتال وهاي الاف كابيتال، طبعا فانكشنز اوف اكس واي ويو وفي، ما فيها زد. هل في ولا لا؟ بدك تحلهم على وين؟ على النظريه الثانيه وليست الاولى، لان هون اقترانين، اليو نوت قيمتها واحد والفي نوت قيمتها ناقص واحد. هذول مهمات جدا وطريقه التعبير عنهم مهم جدا، يعني مش شغله والله اني حليت السؤال خلص اضمنت علامتي، لا والله علامتك تعتمد على وضوحك للحل، وضوحك لاتباع النظريه هو بحدد علامتك. هاي برضو على مين؟ على المعادلة الثانية، لأن هون عندي معادلة، هاي وين اكس تربيع؟ هاي اكس تربيع وهاي زد تربيع، وين واي؟ واي واي واي، هاي واي في واي. هاي على ثلاث معادلات بالمناسبة، هاي معادلة معادلة معادلة، إذا بده يكون عندك ثلاث حلول للمعادلات على نص النظرية الثانية. الثانية المدبلجة، وين المدبلجة؟ هاي معادلة معادلة معادلة، ثلاث معادلات لهم ثلاث حلول، حل حلين ثلاثة، اكس واي مفروضات عندي، يو زد دبليو، هدول الحل بالنسبة لهم، هاي اليو وهاي الزد وهاي الدبليو، والاكس واي كأنهم ثوابت، كأنهم ثوابت. في أي تعليق؟ هاي الـ implicit functions theorem هي نظريتين، واحدة للسنجل ريليشن وثانية للدبل ريليشن، للدبل ريليشن. هون suppose that كذا satisfy the equation، هاي معادلة وهي معادلة، ما بقعد احل المعادلات، في بعض الطلاب بضيع وقته على الفاضي، ما بهمني، بصفر المعادله هاي وسميها اف كابيتال، وبصفر هاي يعني بخليها ناقص واحد وبسميها جي كابيتال، وبشتغل حسب النظريه، بده حلين يو زد، فهاي على النظريه مباشره. فنراكم الحصة القادمة بإذنه تعالى برمضان، وكل سنة وانتم سالمين.